أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 8030 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7215 حالة بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة في 208 حالات. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 261619 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين لالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.